الولد على بركة الله وحفظه أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوطنا السابع. شوطنا السابع خصص للأبكار لأبناء القبائل، نتمنى دائما التوفيق والناموس هناك للأخوة المشاركين. أسير إلى الصدارة مع المركز الأول اللي في المركز الأول أرى هناك اللي هي مثبوتة خلفان بن سيف الغويص السويدي، النقلة على ثاني المراكز براقة خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، بينما اللي في المركز الثالث صبا مطر بن سعيد بن عبيد الحميري نقلتنا على رابع المراكز طراح أحمد بن هلال بن أحمد أبو إبراهيم، بينما اللي في المركز الخامس هناك من الجانب الثاني شعار الحميري من يتواجد على ظهر سلهودة راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، بينما اللي في المركز السادس اللي في المركز سات حشمة محمد بن خلفان الغويص السويدي، وفي سابع المراكز التاهيلية بدر بن ناصر بن سالم مردد، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن الطيارة راشد بن عبيد بن حام، التاسع المراكز ما يتواجد معانا الفايزة يمع بن عبيد بن محمد الفلاسي، وفي عاشر المراكز المركز العاشر هناك شاهينية سعيد بن سالم بن محمد ابو نواس. هكذا هي نتيجتنا ايها الاخوة للمراكز، دعناها على حضراتكم بالوفاء والتمام، ونذهب الى صدارة هذا الشوط هناك مع براقة اللي مسيطرة اللي صامدة على المركز الاول خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، هو من يقدم براقة هناك نقلتنا على سلهودة في المركز الثاني راشد بن سعيد الحميري، ايضا يتواجد مع كوكبة جميلة، بينما اللي في المركز الثالث اللي هي صبا مطر بن سعيد الحميري، وفي المركز الرابع المركز الرابع الطيارة ومتهيا بن حامد بن قول طارت الطيارة وحلقت على مدرج ميدان الطي راشد بن عبيد بن حامد، بينما اللي في المركز الخامس هناك مثبوت خلفان بن سيف الغويس السويدي، وفي المركز التاسع اللي في المركز التاسع هناك طراح احمد بن هلال بن احمد ابو ابراهيم، وفي سادس المراكز عفوا بينما اللي في المركز السابع الشاهينية بدر بن ناصر بن سالم مردد، وفي ثامن المراكز ما شاء الله عزامة اول ندى لعزامة لمحمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي وعزمت عزامة على الناموس، بينما اللي في المركز التاسع المركز التاسع الشاهيني سعيد بن سالم بن حمد ابو نواس، وفي عاشر المراكز حشمه للسيد محمد بن خلفان الغويص السويدي. ها هي نتيجتنا ايها الاخوه للعشره المراكز، فلنذهب الى الجد، نذهب الى الجد، نذهب مع الصداره مع المركز الاول وبراقه براقه براقه يا خليل، روح هناك روح عند الصداره لخليفه بن عبيد بن خليفه الحميري، بينما اللي في المركز الثاني الشاهينيه ما شاء الله اللي ما يعرف الا المركز الاول بدر بن ناصر بن سالم مردد ما شاء الله، بينما هناك عزامه وعزمت على العزامه على المركز الاول لمحمد بن علي بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الرابع هناك المركز الرابع يحجز الرقم عني خامس المراكز سلهودة راشد بن سعيد بن عبيد الحميري، ما شاء الله ما شاء الله شعار بالهول يتجول، ايضا اول ندى لبن صوغان لمحمد بن خلفان بالعامري الاجتبي شعار بالهول هناك على المريام على ظهر الريام محمد بن خليفه بالهول. هكذا هي النتيجه، عزامه يرت الشوط ير يلي عليها الامر يصدر هناك في الاخير، عزامه عزمت على المركز الاول، عزمت وفعلا اثبتت، ولكن القادم خطير هناك مشكور احمد بن غانم بن علي المنصوري، ما شاء الله يا المنصوري يعني فاجانا في اللحظات الاخيره، المركز الثاني الريام لمحمد بن خليفه بن هول، سلام يا المنصوري سلام،
تهانينا والناموس لأحمد بن غانم بن علي المنصوري مع اللحظات الأخيرة، ولا هناك اللحظات شعار بالهول في اللحظات الأخيرة. تهانينا لراعي ريان محمد بن خليفة بالهول المركز الثاني مشكورة، أحمد بن غانم مع المنصوري المركز الثالث عزامه.